بنية بعمر 15 سنة تكتشف أبوها يدور حلوين أو يدور ولد أو يصرف على الولد. قصة كلش مهمة، وأتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس ونوصل هاي القصة أكثر من 50,000 لايك، وأتمنى المشاركة بكل برامج التواصل الاجتماعي، ويا رب جاي يسعدكم مثل ما أنتم تسعدوني، وجاي نوصل رسالة وهدف للعالم. وتروي لها البنية قصة وخلتنا ألطم 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 وياي ألطم وياي على القصة هاي، الضيمن راح يسمعونها. تقول أبوي يوم من الأيام دخلت علي للصالة أو للديوانية أو الاستقبال، كل من ومحافظته يعرف هذا الشيء. فتقول قربت علي ولقيته لابس هيدفون، وتقربت شوية ولقيت أبوي فاتح كاميرا ويا شخص ومنزع ملابسه، وهذا الشخص صغيرون وحليه، ويعني تقول كنا بنية. وأبوي يغازل بي وظليت ساكتة ورجعت وظليت محتارة شو سوي، وقمت أراقب أبوي بسكتة، واكتشفت ورا فترة إن أبوي يضحكون علي ذول الزغار، يقطون بي يأخذون من عدة فلوس ويصرف عليهم وموبايلات، ويقطون بي ويضحكون علي. وطلع أبوي يدور ولد، أبوي يدور من هاي الحالات الشاذة، وتقول أنا بتش كبرني وأم إذا تدري تتطلق، وإحنا نشتت وظليت محتارة لا أخذ ولا أطي. تقول بالليل ما أقدر أنام، الله يساعدها. تقول من اكتشفت هذا لا أقدر أقل أبوي، وخاف أبوي من يدربيه أنا دربيه يروح يقتلني أو يسوي لي شيء، فظليت خايفة وكاتمة هذا الشيء، وحبت تقل لي إياه ووجهها إلكم، وأنتم تنطونها رأيكم بالتعليقات. والرسالة اليوم، الرسالة اليوم لكل إنسان، كل إنسان ناسي الله سبحانه وتعالى، ناسي الله سبحانه وتعالى وتفكر بالدنيا وعبالك انت راح تسوي هيك وراح تخلص، لا حبيب قلبي، اذا الناس ما شافتك او حسين ما شافك وغمض عيونه او زيد من الناس، بس الله يشوف، الله يشوف ويعلم ما في القلوب. كنا عندنا اخطاء وكنا مرينا باخطاء، بس ما مرينا باشياء السيئنا، وما مرينا باشياء عائلتنا وسمعتنا. اليوم الاب مفروض يكون قدوه، مفروض نتعلم من عده، مفروض ينصحنا، مو هو راح يسوي الغلط. يعني هسه هذا من يسوي الغلط يقبلها على بناته صادقا، يقبلها على ابنه هيك يسوي؟ لا، اليوم اكو ناس يريد هو يسوي بالعالم، بس العالم ما تقبل يسوي بيه. عمي كما تدين تدان. الرسالة مهمة، وأمانة برغبتكم أن توصلون هذا الفيديو أكثر من 50,000 لايك على مود توصل الرسالة، وكتبونا رأيكم بالتعليقات. وما شاء الله هذا صار موديل كلش قوي، تلقاه متزوج ويحب الحلو ويصرف عليه ويشتري له دراجة ومدلله. مع كل الأسف وصلنا هيك مرحلة، وأتمنى مشاركة القصة، وأتمنى تخلوا لايك، وأحبكم هواية والله العظيم ما قاطع عنكم، بس إن شاء الله جاي أحضركم أشياء حلوة، وإن شاء الله القادم أفضل، وراح تشوفون حسين صار مختلف كلش كلش كلش، وأشياء جميلة وأشياء من الواقع صورة وصوت، وإن شاء الله برامج كلش حلوة وراح تعجبكم، وأحبكم هواية، ويا رب جاي يسعدكم مثل ما أنتم تسعدوني وتيمان.